لما بصوا في التيك سكيل
القشرة اللي بتبروتكت كل الكلام دوت اللي هو الكراتين اللي هي الكورنيا، ستراتا الكورنيا عبارة عن باكس شنط للكراتين. السيل ممبرين ممكن يختفي، السيل ممبرين لا لسه موجود في الداتا لاير بتاعتها. كل ما نطلع فوق الكراتين عبارة عن بندلز، الكراتين اللي لونها أحمر مفيش نيوكلياي موز. دول كانوا الكراتينوسايتس اللي وصلتهم في الآخر يعملوا كراتين. جينا نبص بقى ل 15% لو هم 3 سيلز بس مفيش دول. 2 ام قاعدين في الاستراتا الميدالي في البيتا لاير دي تخليه في الام، وواحده قاعده في اللاير اللي فوقيهم اسمها لاير هانز سيلز. الاثنين اللي قاعدين تحت واحده اسمها ميلانو سايت بتعمل ميلانين، دي الخليه الوحيده اللي بتعمل ميلانين وهتكون دلوقتي عشان فيها سايت اسمه تايفيرس. التانيين كانوه خدوه بس ما بيعملوش، هما بياكلوه بس. دي وحيده اللي بتعمل ميلانين عشان فيها سايت اسمه سايت ميلانو سايت. ودي خلية اسمها ميركل على اسم الشخص اللي اكتشفها، دي بتشتغل ريسبتور عشان كده كونكتد للنيرف اند دي تحتيه. دول الاثنين ام اللي قاعدين في البيزا سيلي. ولقينا الثالثه بتاعتكم قاعده فوق في الاستراتوم الفيونا، دي فاروسيتك سيل اسمها ليجر هانز سيل على اسم برضه اللي اكتشفها. دي مش كونكتد اللي حواليها، الخلايا اللي حواليها دي فاروسيتك سيل بتاعت السيل اسمها ليجر هانز سيل وقاعده في قلب الاستراتوم الفيونا. ده نفس الدايجرام، دي اللاير الكراتينوسايتس اللي فوق بعضها اللي وصفتها تعمل كراتين. دي الخليه اللي اسمها ميركل علشان كونكتد تحتيها في نيرف فايبر هيطلعها. دي الميلانوسايت البني اللي بتعمل الميلانين، هي طبعا في يعني في الصبغه ما بتبانش كل في البيشنت دي بتبان زي اللي حواليها. ودي اللانجر هانز سيل اللي هي ليها رجلين ليها سوبر بودي، دي الفايبوكيتيك سيل بتاعت السكين. طيب نبدا باول واحده فيهم. اللانجر هانز سيل دي جايه منين؟ هي كابوسيتيك سيل بتيجي منين؟ ميزوديرمال افارجن. هي سيل طلعت من الديرمس، دي هقول لك الديرمس مفهوش لابس، لابس كلها قاعده في الكونكت تيجي اللي تحت عند الديرمال بابيلي تطلع الميزوديرمال سيلز دي كابوسيتيك سيلز دي من اللابس، والبليتريت تطلع فوق هنا وتقعد في قلب الاستراتوم الفايبر. هي سيل بتمشي تتحرك، هي ليها سبوكيا ولذلك النيوكليس بتاعتها الريجولر، بابيلي نقطه النيوكليس الريجولر. السيل دي موجوده في قلب الاستراتوم الفايبر، مفيش ديسموزومز ولا اي ديسموزومز ولا اي حاجه، مفيش حاجه شفتها في اللي حواليها. هي بتتحرك وبتاكل اي فور فاضي تلاقيه موجود في السكيب في اي مكان. يبقى هي الاورجن بتاعها مهم جدا، الاورجن بتاع الثلاثه مهم. هي الوحيده اللي بتقدر الاثنين التانيين اكسترنال، يبقى هي خليه اكسترنال زي اي فاجوزيتك سيل انتوا خدتوها قبل كده. شكلها ايه؟ زي الفاجوزيتك سيلز، ستيلين شيب لانها الريجولر ليها سوبوديا وليها الريجولر نيوكليس. بتمثل من 3 لـ 8% من السيلز اللي هي قاعده في الست كلها كراتينوسايت، ما كراتينوسايت هي من 3 لـ 8% منهم من الدم الست يعني. طيب لما نيجي نبص عليها باللايف مايكروسكوب اتش ان دي، انا جبت سلايد ظبطتها في اتش ان دي، في حاجه تميزها مش اي حاجه تميزها زيها زي الست اللي حواليها. لما احب اشوفها اشوفها بايه؟ اولا هو السيتوبلازم بتاعها احنا بنكتبه كلير، كلير او بيل. ليه بيل؟ ليه بنقول عليه بيل؟ هي الفاجوسيتك سيل دي اكتر حاجه موجوده فيها اورجانيل اللي هي ايه؟ لايزونز كتير. عشان يبقى فيها لايزونز هي فيها ار تي ار وفيها لون جابريت عشان يعمل البروتينز اللي عامله اللايزونز. بس من كتر ما هي فيها لايزونز، اللايزونز في حاجه اسمها مالتي فيزيكولار بادي لو انتوا فاكرين، ساعات بتبقى فاكيوليتد فهي ما بتبقاش هي لا زرقاء ثابت ولا حمراء غالب، هي بيل، هي بيل زي زي البروتين كده لونها بامبا فاتح، ما هياش لا زرقاء ولا هي حمراء عشان فيها الحاجتين، فيها اللي يعمل اللون. اكتر حاجه فيها لايزونز. لما نيجي نبص عليها في اتش ان دي ما بنلاقيهاش، ما بنشوفهاش، مفيش حاجه تميزها زيها زي الستراتوم سبايوزر اللي حواليها. لما احب اشوفها في سيتي سيتي اعمل ايه؟ بجيب الفار المصاحي بحقن فيه حته انت يا كينج مصر، حاجه لونها اسود او لونها كحل. الفار اللي بتفتح البوطه كلها، الفار الماضي جاي لها من بره. باخد الفار اتبعه واخد السلايد ابص عليها في اتش ان دي الاقي فيها بوطه سودا. مكان البوطش الفقع البني او السودا ديت او الزرقاء او دال هي دي مكان الفاجوسيتيك سيل. حاجه اسمها فايتال ستين. فايتال يعني انا بحقن ستين والاورجانيزم ده عايش. السوبر فايتال بتاعت البلاط كنت باخد عينه البلاط بره الاورجانيزم واحقنها واطبخها. السيلز لسه عايشه بس هي بره المكان بره الاورجانيزم. يبقى الفايتال ستين انا بحقن ستين في قلب الليفنج اورجانيزم وبعد كده برجعه واخد منه الشريحه اتفرج عليه. لما نيجي نبص على الدي ان بتاع اي فاجوسيتك سيل اهم حاجه موجوده فيها ايه؟ هي فيها جولجي ابريتس، فيها ار اي ار، فيها ميتوكوندريا. طبعا اي خليه فيها جولجي
بودي الوكلة ليكويدز المالتي ديسيبلينر بودي فيها كل اشكال اللايف فورمز اللي احنا عارفينها. وفيها حاجه مميزه ده شرط الخليه ده اي ام بتاخد في قلب الستراتوم سبايوزم. السيل اللي ليها الشوك اللي ليها السباين فول دي السيلز بتاعت الستراتوم سبايوزم اللي احنا بنسلسل حواليها. السيل الفاتحه اللي قاعده في قلبي وليها الريجيولر نيوكليس دي الثلاثين سيل فيها زي الصدفوت اللي هي طبعا بتاعت الخليه. دي شكل الفاروسيتيك سيل اللي هي الهيدر سيل في قلب الستراتوم سبايوزم. وهي افتح من اللي حواليها. هي مليانه بايفوز ومليانه حاجات كتير مفيش حاجه تغمقها اساسا. طيب لما جه يبصوا في قلب ده في قلب السايتوبلازم بتاع الخليه لقوا ايفون ولقوا منظر كده عامل زي حاجه بنسميها تنس فاكت كبير بس زي المطر بتاعنا جرانيول اللي اكتشفها اسمه بيربك اتسمت بيربكس جرانيول. لو هم عارفين يعني الفورشن بتاعها ايه ولا هم لسه عارفين الفانكشن بتاعتها ايه بس بيقولوا احتمال يبقى فيها لايزومر ديزاين فيها ديزاين هايبرنيك ديزاين اسمها بيربك جرانيول. حاجة اسمها تنس راكت ابيرنس هنلاقي ليها راس وليها تين والتين ده بيبقى مخطط بالمنظر ده شكلها بي ام تنس راكت ابيرنس اسمها ايه؟ اسمها بيربكس جرانيت. بتميز ايه موجوده في انهي سيل؟ في اللانج هانز سيل. وظيفه بتاعتها ايه؟ لسه مش عارفين. طب جت منين؟ برضه مش عارفين بس احتمال في ناس بتقول ان هم لقوا فيها هايدروليتيك ديزاين. فيها حاجه ثانيه؟ دي بقى ده فيها كيراتين ملهاش دعوه بالكيراتين خالص ولا فيها ميلانين ما بتاخدش ميلانين ولا فيها الكروموسوم في الغرفه اللي حواليها عشان تقدر تمشي وتروح تاكل انا ما اقدرش افتكرها في مكان مش هتشتغل الوظيفه بتاعتها. اللي هي ايه بقى الوظيفه بتاعتها؟ تشتغل ايه هي؟ اول حاجه هي الفاجوسيتك سيل بتاعت السكين هي اللي بتاكل اي فور الفاضي تلاقيه. بتعمل حاجه ثانيه اي فاجوسيتك سيل بتشتغل ايه؟ انتجين بريزنتنج سيل. يعني ايه انتجين بريزنتنج سيل؟ يعني تلاقي انتي فاضي تروح تاكل وتكسره جواها المركيوز الصغيره وتعينه بالبروتينز تحط عليه علامات وبعدين تطلعه وتحطه على الاصلا اللي فوق على السيل ميمبرين عشان تيجي الفوفايت وهي ماشيه تشوفه تقدر تعمل له انسبكشن فتبقى تحاول. دي الانتيجين بريزنتنج سيل بتبريزنت الانتيجين للليمفوسايت عشان تقدر تشوفه. من غير الكلام ده الليمفوسايت هتعدي عليه مش هتشوفه. تاخد اي فور الماضي تكسره تعمل له مركيوز صغيره تعينه بروتينز او مركيوز ثانيه وتحطه على راسها عشان تيجي الفوفايت. يبقى الوظيفه بتاعتها اول حاجه هي فاجوسيتك سيل. تاني حاجه عشان هي فاجوسيتك لازم تبقى انتيجين بريزنت. هي عشان تعمل الكلام ده مسؤوله عن حاجه اسمها immunological reactions في السكين. يعني الناس اللي بتلاقي حساسيه هي بتبقى انكلودد في الموضوع ده حاجه اسمها الارتيكاري الرجي ديرماتايتس. الكلام ده هي انفولد في طبعا الفاجوسيتك سيل انفولد. يبقى لانجر هاند سيل
الضم والسلطة اللي هما اللي بيسقوط البريشر بقى. ميركل موجودة فين؟ احنا لو خدتوا بالكم في سيستم احنا ماشيين عليه في التلاتة فيز. الأوريجن موجودين في أنجليا اي ال ام واي ام وفانكشن. لو هنكمبير الحاجتين او هنفحص حاجتين لازم دول يكونوا في مكان. فهي أول حاجة هي اكتوبيرمال الأوريجن هي موديفايد فيجر سيت. واحدة عاملها خالص من اللي عايزين نفهمها. موجودة في أنجليا في الميزة السلمية. شكلها ايه لما هيبص عليها في ال ام؟ البطن بتاعها كبير، فيها
كورن. الاي ام لما اجي ابص عليها هي بروتين كورن. يعني ايه بروتين كورن؟ يعني هي ايه؟ هلاقي ار اي ار ابايمنت ار اي ار والبيبيرو جولجي والكوندري كروماتيك نيوكليوس وذ بروميننت نيوكليوس. دول اربع فايندنجز موجودين في اي بروتين فورمينج سيل. تاني ميلانوفايت بتعمل الميلانين. الميلانين ده لون من البروتين. يبقى اول نقطه اتكلم عليها في الاي ام بتاعها ايه؟ ان هي بروتين فورمينج سيل. يعني ايه بروتين فورمينج سيل؟ ابايمنت ار اي ار والبيبيرو جولجي ميتوكوندريا يوكروماتيك نيوكليوس والبروميننت نيوكليوس. دي اول بوينت. تاني حاجه هي بتعمل ميلانين. يبقى انا ببص عليها بلاقي في الاي ام بلاقي مليانه جرانيولز من حاجه اسمها ميلانين اللي هي كروموسومز او ميلانين جرانيولز. هقول ايه الفرق بينهم خالص. يبقى اول حاجه هي بتعمل بروتين. كل حاجه بنثبت الميلانين هي بتعمل بروتين اللي هو ميلانين فهي بروتين فورم. تاني حاجه فيها جرانيولز اللي هي ميلانين جرانيولز او ميلانوسومز. تالت حاجه مفيش كروموسومز بتمسكها بين وحواليها. هي البروسيس بتاعتها دي قاعده في الماجينيشن اساسا مثبتاها هي مش محتاجه. بس في هيمي كروموسومز ماسكاها في البيزا زيها زي البيزا اللي هي الكروموسوم. يبقى اول حاجه هي بروتين فورمين. تاني حاجه الميلانين جرانيولز اللي قاعدين فيها. تالت حاجه جونكشنز فيها هيمي كروموسومز بس مفيش ديسموسومز. طيب نتكلم عن فانكشن بقى. هي وظيفتها تعمل بروتين اسمه ميلانين. اشمعنى الخليه دي اللي بتعمل ميلانين؟ علشان فيها ديزاين اسمه ايه؟ اسمه تايروزينيز. ديزاين اسمه تايروزينيز. علشان انا اعمل ميلانين لازم يبقى عندي ديزاين. هي دي الخليه الوحيده اللي فيها ديزاين اللي اسمه تايروزينيز. الفانكشن بتاعتها فورميشن اوف ميلانين علشان فيها تايروزينيز ديزاين. الجرانيولز الاول بيبقى اسمها ميلانوسوم. هي طالعه فيها البريكيرسر لسه ما اتعملش ميلانين. لما بتعمل ستيبس هي الفورميشن بتاع الميلانين يبقى في قلب الجرانيولز اللي في قلبيها. طول ما الميلانين لسه ما اتكونش لسه في الستيبس بتاعته الجرانيولز ديت هي اللي فيها تايروزينيز وهي اللي بتبدا تعمل. طول ما الميلانين لسه مش منشور ما اتعملش اسمهم ميلانوسومز. اول ما وصلنا لمرحله الميلانين بقى اسمهم ميلانين جرانيولز. يبقى هما في الاول اسمهم ميلانوسومز فيهم التايروزينيز بالظبط. تبدا تعمل الستيبس بتاع الميلانين لحد ما اوصل للميلانين في الاخر بقى اسمهم ميلانين جرانيولز. وظيفته ايه الميلانين ده؟ الميلانين دي بروتكت دي اللي هي اللي في النيوكليوس. ولذلك قلنا كل ما تكون تحت انا محتاجه ميلانين اكتر. يعني البيزا السريه المفروض فيها ميلانين اكتر من اللي فوقيها اكتر من اللي فوقيها. كل ما نطلع فوق انا مش محتاجاها قوي. انا محتاجه ان الرابط دي ديفايد سيلف دي اللي هي هو بتاعه يبقى بروتكت. ايه الستيبس بتاعت الميلانين فورميشن؟ في امينو اسيد اللي هو اسمه ال فينايل الانين فوق خالص. اشتغل على الانزيم تحوله لحاجه اسمها الثايروزين. الثايروزين بدايه العمليه كلها في الثايروزين. الثايروزين اشتغل عليه الثايروزينيز يحوله لحاجه اسمها الدوبا. الدوبا اشتغل عليها الثايروزينيز الثاني يحولها الدوبا كينون. مش عارفه كلام معرفش بس في يعني كان مكتوب كده. اللي عايز يركز فيه ركز اللي مش عايز هو. المهم ان هما تو ستيبس بنبدا بالثايروزين. الثايروزين يتحول لدوبا، الدوبا يتحول لدوبا كينون عن طريق الثايروزينيز بعد كده بقى الثايروزينيز بيطلع لنا الصفحه السوداء، الثايروزينيز مع انزايم تاني يحط حاجه يطلع لنا الصفحه الحمراء، في ناس شعرها احمر واصفر، في ناس شعرها اسود وبني. ده صفحه وده صفحه بس الاصل بتاعهم فوق كله الثايروزين والثايروزينيز الفرد. الحاجات اللي هم بيحطوها علشان تفتح الجلد بتنهبط الثايروزينيز الفرد، اشتغل اساسا على الثايروزينيز الفرد. انا قلت الكلام ده عشان في حاجه عندكم اسمها دوبا رياكشن. من غير الستيبس دي المفروض ان انتوا ما تفهموش دوبا. ايه دوبا رياكشن؟ انا عايزه اخد حته من السكين اعرف بيها الخلايا اللي موجوده دي هي ميلانو سايت ولا هي الميلانين سيلز اللي كانت الميلانين. انا عايزه افرق بين الخليه اللي بتعمل الميلانين والخليه اللي كانت بس ما عملتوش. في ابحاث بشوف الابحاث المفروض ان في العادي ما بتتعملش بس هما بيعملوه حتى
طيب هو الكلام بتاع السكين بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ثلاث حاجات. نعم؟ هو مين اللي عايز يبطل؟ الدوبا رياكشن دي موجودة في كل التكست. دي حاجة بتتعمل ساعات في كلمة الأبحاث أو بيعملوها علشان الريسيرش، علشان لما يجي يحط الفوتو زي ما أنت بتاخد المعلومة كده تبقى عامل ريسيرش طلعت الفوتو فيه حاجات كتير قوي جواها يعني. جابوا الفريش سكين حطوه كليك في الدوبا اللي هي الأساس. الدوبا دي اللي بتحاول تعمل تمرين. لو أنا جبت حتة السكين وحطيتها في الدوبا لو هي فيها تايوزينيز الخلية فيها تايوزينيز بتشتغل على الدوبا وبتعمل تمرين. لو الخلية ما فيهاش التايوزينيز مش هتشتغل مش هتعمل تمرين. يبقى المكان اللي ظهر فيه الميلانين اللي لونه بني هو ده اللي فيه التايوزينيز يبقى هي دي الشلال الخاص. المكان اللي ما خدش اللون البني يبقى ما فيش ميلانين يعني مش هتاكله وهي في الشارع خلاص لما خدت حتة سكين كده السيلز ما تعرفش تاكل مش هتشتغل يبقى خلاص ما خدتش اللون. أهميتها إيه إن أنا فرقت بين الخلية الأصلية اللي بتعمل الميلانين واللي حواليها. أهميتها إيه تاني في الأبحاث العلمية بقى؟ إن أنا عايزة أعد مثلا أنا عندي كل سنتيمتر في السكين دوت كل كيلو سنتي يعني في كام ميلانوسايت أعرف الحتة دي. اقدر افرق كل بارت في الباص دي كام ميلانوسايت وهم ترتيب من مكان لمكان. لما بيشتغلوا لما بيدخلوا للكامل مش الاجوريا كمان اللي بتفتح لما بيعملوا الناس اللي بيقعدوا يعملوا كام؟ بيقعدوا في السولار راديشن في الشمس مش بيزودوا ميلانوسايت هم بيعملوا حاجتين بيزودوا الطيب بيزودوا السنتسز بتاع الميلانين يعني الميلانوسايت تشتغل اسرع وبيغمقوا الخطر اسرع. الميلانين نفسه كمان بيغمق يعني بيحصل كيميكال رياكشن في الدماغ كل التوكسكس اللي بتشتغل عليهم الشمس لكن هي ما بتزودش عدد الميلانوسايت. الحاجة اللي بتقلل اللون بتشتغل على التايروسينيز بتعمله انفكشن. الحاجة اللي بتزود اللون بتشتغل على الميلانوسايتس انها تشتغل زيادة وان السمكة نفسها اللي طلعت تبقى زيادة. لكن الميلانوسايتس على التايروسينيز. طيب التاور بتاع السكين بيعتمد على ثلاث حاجات. أول حاجة تجمع منها في السوق كده اللي هو الجلايكس. تاني حاجة الهيموجلوبين. لو فيزيتس اللي قعدت الترم دي بتبتدي يوم. الناس البيت قوي واحد عيان عنده انيميا تقدر تقول لواحد يهد. يبقى تاني حاجة الهيموجلوبين. تاني حاجة صلب اسمها كاروتين لونها اصفر دي بتتاخد مع الاكل يعني هتقعد في الرياضة لو اختارت اكل كتير اسمها كاروتين. التلاتة قاعدين هما بيشاركوا في لون الاسنان. الكاروتين لونه اصفر الهيموجلوبين لونه احمر الميلانين لونه بني. عندكم مكتوب الميديكال ابلكيشنز بقى اللي ليها علاقة بالميديسن حاجة اسمها سورايزس مرض بالعربي اسمه سقطية. حد سمع عنه قبل كده؟ سقطية اسمه زي سورايسس يعني حصل كراتينيزيشن زيادة. في مشكلة في تصنيع الكراتين زيادة بزيادة سيلز اللي ليها شورت لايف بتعيش فترة قصيرة تعمل الكراتين مش مظبوط مش زي النور. فالنص اللي هي تاخد طبقة الكراتين كبيرة قوي عاملة زي شهور كده لفة سيلفر الجلد فيه باتشي أماكن يعني مش كله يبقى باتشي تفرق وعامل زي خشور عليه كده اسمها سقطية بالعربي اسمها سورايسس. في مشكلة حصلت في الكيراتينيزيشن الخلايا بتموت بسرعة تنقسم بسرعة جدا وتموت بسرعة وتعمل الكيراتين بسرعة بس الكيراتين دوت مش مظبوط مش زي في ابنورمال كيراتينيزيشن. في حاجة تانية بقى ليها علاقة بالميلانوسايت مرضين حاجة اسمها فيتيلايجو وحاجة اسمها البينيزم. البينيزم مشكلته انه بيبقى في البشرة عارفين الناس اللي هم ضيق قوي شعرهم فاتح قوي ما يقدروش يتعرضوا للشمس دي الالبينيزم. يعني في مشكلة في الميلانوسايت هي موجودة الميلانوسايت موجودة بس ما بتشتغلش يا اما مشكلة في التايبريز الانزايم نفسه ما بتشتغلش هي مش قادرة تعمله او هو مش موجود يا اما هو موجود بس هي مش قادرة تصنعه يعني مش قادرة تشتغل يعني في ديفكت في الانزايم نفسه بس الميلانوسايت نفسها موجودة. ده بنلاقيه في البطن الباطي كله ما هوش باشر الانسان بيبقى فاتح قوي لازم يلبس نظارة شمس ما عندوش مشكلة كبيرة لو اتعرض للشمس كتير هيعمل مالجنس. الناس الفاتحه لو اتعرضت للشمس كتير هتعمل مالجنس لان مفيش حاجه تفكك دي اللي هي اللي بينقصها. الفيتيلايجو بقى باتش عارفين الناس اللي الدوام الناس عاديه خالص بس فيها باتشز كده زي اللي انا بقولها فاتح جدا دي عندهم باتش ارياز فيها ديفكت في الميلانوسايت. الميلانوسايت نفسها مش موجوده في المكان دي حاجه اسمها فيتيلايجو. انا ما اعرفش اللي حواليها هو كونكتد تيشو او سبورتد تيشو
بتاعت الاندرمال ريجن. فتلو المكان ده على طول اللي تحت اللي فيه البابيلي دي اسمه بابيلاري لاير تحت الاندرمال. وتلو الجزء اللي تحت ده ريتيكولار لاير، وهنقول الفرق بينهم دلوقتي. يبقى اول حاجه في التيرمس هو اللي قاعد هو الكونكتيف تيشو اللي قاعد تحت الكوبري. هو تو لايرز. لاير فيها الاندرمال بابيلي اللي قاعده في الاندرمال ريجن وسموها بابيلاري لاير. واللاير اللي قاعده تحتها سموها ريتيكولار لاير عشان هي فيها فايبرز كتير. هي اكتر من فايبر سموها ريتيكولار لاير. طيب ايه الفرق بينهم؟ اي جدول في الكتاب لازم نحطها. جداول مهم. تيبلز مهم. الفرق بينهم سهل جدا بالعقل. هم عكس بعض. يعني مفيش اختراع. مش بتكتب حاجه زياده. هنا اكتر من اقل. هنا ده اكتر من ده اقل. بالمنظر ده. اول حاجه البابيلاري لاير بالعقل هي السوبرفيشال لاير. في السوبرفيشال لاير لو انتوا فاكرين شايفين الصوره دي كانت عامله ازاي؟ ادي البابيلاري لاير ادي البابيلاري دي السوبرفيشال وادي الريتيكولار اللي هي الديب سيك لاير بتاعت الديرمس. تاني حاجه مين فيهم يبقى هو البصل؟ العقل كده. لو الانفيزنس اكتر تبقى فين؟ اللي هو ايه؟ جرام الانفيزنس اكتر في البابيلاري لاير. ليه الانفيزنس اكتر في البابيلاري لاير؟ عشان هي بتعمل نيوتريشن للفيلم السويت فلازم تبقى الفيزنس اكتر لان هو جاي نيوتريشن دي فالبابيلاري لاير هنا دي فيها فيزنس اكتر عشان تدي نيوتريشن للفيلم. يبقى اول حاجه البابيلاري هي اللي فوق وهي رفيعه. الريتيكولار هي اللي تحت وهي تخين. الفيزنس اكتر في البابيلاري عشان تعمل نارشمنت للفيزنس اكتر. تاني حاجه البابيلاري فيها فيزنس اكتر. السيلز بتاعت الكونكتيف تيشو عندك حط الفايبروبلاست حط الماست سيلز حط الماست سيلز مهمه جدا في السكين وفي الانتستين اي حاجه في وسط الشارع الديفنسيف ميكانيزم بتاع الجسم الماست سيلز يبقى هو اكتر سيلز واقل في الفايبرز. البابيلاري سيلز فيه اكتر والفايبرز فيه اقل. تمام الفايبرز اللي فيه كل اللي بتاعها تايب 3 اللي هو رفيع خالص. يبقى البابيلاري لاير اللي هي اللي فوق السيلز بتاعتها اكتر والفايبرز بتاعتها اقل والكولاجين اللي موجود فيها تايب 3 مهم جدا. الريتيكولا اللي تحتيها التخينه السيلز فيها اقل والفايبرز اكتر احنا سميناها ريتيكولا عشان الفايبرز اكتر والفايبرز اللي فيها كولاجين تايب 1 هما فيهم على كل حاجه ثانيه الالاستيك المسؤول عن البشره بتاعتنا اللي هي بتبقى سموث وحلوه. الالاستيك اللي بيفوت مع بيتكسر مع الايجنج بيحصل حاجه بتتعرض للراديشن للسولار راديشن بيحصل حاجه اسمها سولار الاستوسس اللي نفس الفايبرز بتفوق وهو ده اللي بيعمل الرينكلز مع الزمن مع الوقت اللي نفس الفايبرز في الحته دي باظت. يبقى في البابيلاري لاير سيلز اكتر وفايبرز اقل والفايبرز اللي موجوده تايب 3 مع الاستيك فايبرز. في الريتيكولار لاير عشان اسمها طبعا في فايبرز اكتر والفايبرز الاكتر دي كلهم تايب 1 سيلز اقل. الفاسكولاريتي قلنا اكتر في البابيلاري لاير عشان اقدر اعمل نارشمنت والجزء اللي فيها اللي هو الايزيجن. في ريسبتورز بقى انا ما اعرفش انتوا خدتوا ريسبتورز السنه اللي فاتت ولا خلاص. في حاجه واحده بس اعلى البابيلاري لاير اسمها مايس كوربسلز هم كلهم بالتاتش والبريشر بالباي تاتش والبريشر. مايس كوربسلز يا ثاني ناس ده شعبي مايس كوربسلز اعلى من البابيلاري الباقيين كلهم قاعدين في الريسبتورز اللي هم الباتينيال كوربسلز اللي عامله زي البصلايه اللي انتوا فاكرين شكلها والرهيني اند باوت وكروز اند باوت. ثلاثة الباقيين قاعدين في الريتيكولار بلين. الريسبتور الوحيد اللي في البابيلاري اسمه مايسنر. الباقيين كلهم الباتيني والرافيني والكروز قاعدين في الريتيكولار بلين. ده الكمبيوتر بس مفيش أي فن فيه. في حاجة مكتوبة عندكم الراند ستريتش. لما بنعمل راند ستريتش للسكين زي البريجنسي. دي بعد الحمل حاجة اسمها خطوط بيضاء. موجودة في الأكل. فبتروحش. للاسف ما بتروحش. هو بيحصل رابط ستريتش للسكين فبيحصل رابط للفايبر كولاجين بلاستيك وبتجيب ستار تيشو فبيعمل لون ابيض وطوب بيضاء كده حاجه بيسموها لينيا جرافيتيرا. دي حاجه هو عادية خالص بعد البروجنسي بتحصل مفيش فيها مشكله. حصل رابط حصل ستريتش بسرعه للسكين حصل رابط للفايبرز اللي موجوده فيه وعمل هيلينج بسكار عمل خطوط بيضاء وايت لاينز بيسموها لينيا جرافيتيرا خطوط تحت الحاجه. جرافيتي اللي هي الحاجه. الدرمال جنكشن هي عملتها ايه الدرمال جنكشن؟
بعدين الجنكشن اللي بين الديرمس والدرمس يبقى ثلاثة فاكتور اللي فيكس الابيثيليوم في اللي تحتيه البيزمنت ميمبرين الجنكشنز اللي ماسكه البيزل سيل في البيزمنت ميمبرين والزجزاج لاين اللي هو الديرمال الديرمال جنكشن اللي المفروض اللي هي الديرمال الفابيلي والديرمال ريتش. هي اكتر
هو ليها سبب من يعني ليها سبب من هنا كتير بس يا حكاية سبب Thank you.
كرياتين برضه انشف منها اسمها كده. ده كل اللي عليكم، معرفوش تفاصيل كتير عليكم، بس تعرفوا ان هما ثلاثه ليه. الروت بتاع الشعرايه ثلاثه ليه، واحده فيها سوفت كابل، واحده ثانيه فيها كورتكس وفيها كيوتيكل، والاثنين دول فيهم هارد كابل. ده اللي مطلوب منه. هي كرياتين هاي ستيتس، خلايا في الكتير فيها كرياتين. المظله صح؟ الكورتكس والكيوتيكل والهارد. دي اللي هي بتاعت الروت بتاع الشعرايه. ايه الروت بتاع الشعرايه اللي هو ايه؟ اللي قاعد بقلب الهير كولر. الجزء اللي بره اسمه شاف، الجزء اللي جوه اسمه روت. الروت ثلاثه ليه، من بره لجوه البره، من جوه اسمه مظله. المظله فيها ايه؟ صوص وكيراتين. الكورتكس والكيوتيكل، الكيوتيكل قلنا عن هارد اوتر كفرنج، الاثنين دول فيهم هارد شكل جدا فيهم ايه؟ انت مبسوط زياده. الرابعة محوطة في النجم في شوفي